خلينا لو سألتك في البداية ميادة، في يعني أنا لسه بقول العائلات والأهالي في الحق بيعملوا ده، تمام. لكن إيه اللي بيخلي الناس تقبل أو إنها يستهويها تحب يعني إنها تعمل الفرح الشعبي بهذه الطريقة اللي زاد فيها؟ يعني خليني اقول لك، اكيد انت بتشوفي المشاهد، يعني تمام. ايه اللي بيخلي الناس تعمل ده؟ الناس دلوقتي حضرتك ممكن يعملوا فرح صغير كده، ما يجيبوش مطربات، ما فيش معازيم بتيجي خالص، والله العظيم زي ما قلت لحضرتك كده. يعني الفرح لو مش كده المعازيم مش المعازيم ما هتيجي؟ بتجيش. ده معازيم عندهم قلة نقص، عندهم نقص. لو مثلا انا قعدت حضرتك شوية ايام، لا قعدت حضرتك شوية ايام، كنت بطلع عيني ايه يعني، هي جات لي كده، كنت هقعد اصلا من الشغل، فبقيت طالعه بكم طويل او مش عارفه ايه، قعدت 14 شهر في البيت ما بقاش يعني لما حبيت انك الملابس تبقى معتدله قعدتي في البيت. معتدل. قعدوني في البيت، قالوا لي انت مش بتيجي عشان انت مش جايه تصلي حاجه، اتحجبتي، بقوا يطلعوا يهونوني بالاسلوب ده. اهانه. فطبعا انا عايزه اكل عيش، عايزه اشتغل عشان انا معايا اولادي وعايزه اصرف عليهم، فانا لبست اللبس برضك اللي البنات بتلبسه في يعني مصر واسكندريه والحتت دي. بس دلوقتي المكاتش الرقاصه بتطلع بس ترقص. لبس يعني انا مثلا ما يعني اللي انتوا شفتوه ده يا جماعه ما فيش فيه ولا مشهد من المشاهد الحقيقيه اللي تعبر عن مضمون الحلقه، يعني لانه ما ينفعش اللي انتوا شفتوه ده. ممكن تقول وايه يعني اللي احنا شفناه ده؟ لا، احنا ما ينفعش نعرض اي مشهد من هذه المشاهد نهائيا، وبالتالي هنا المشاهد صعبه. يعني انا زي من ما قلت ناحية يا مكانها بوليس الاداب على طول. من ناحية اللي الناس اللي قاعدة يعني في الأرض واللي المعازيم والكلام ده كله، الأغاني بإيحاءاتها، اللبس ب مين اللي بيغني أغاني قبيحة؟ مين؟ لا كلكم كل أنت سمعتني غنيت أغاني قبيحة؟ في لكم فيديوهات كلكم فيها. أنا لا سيبك من الأغاني، يعني حتى اللبس والأغاني كلها فيها إسقاطات. مش يعني ما هو خلينا بقى، حضرتك لا ما انت حضرتك بس ممكن ما هو مش هو بيعمل اسقاطات، انت عارفه رايحه فين. من ناحيه ايه برضك فهمني حضرتك. ما هو مش هينفع اقولها، مش هينفع افهمك يعني. لا ازاي؟ لانك حضرتك انت الشريك اللي معاها بيبقى هو دايما هو اللي بيعمل، بيوحي، بتبقى هي يعني هي مزدوجه مع بعضها، بيبقى على المسرح بتبقى مجرد ايحاءات بتبقى معروفه انها ايحاءات جنسيه طبعا، بتعلم اولادنا طبعا عادات وتقاليد مش كويسه. مين حضرتك؟ مني انا؟ لا هو انت بتبقي انت شريكه مع اللي بيسموه بقى شاويش المسرح، ماليش فيه. اللي شغال بقى ايه، ماسك المايك كده وحطه في اماكن معينه ومش لا عارف ايه والكلام من مع ده. احنا احنا ده ولا في مع الافراح اللي هي التانيه بقى؟ دي مشكله. ده ارتستات تاني حضرتك، دي عندنا دي هم مشكله. اللي بيتهاونوا. لكن هو في الناس اللي انت حضرتك بتقولي ان ما فيش معازيم بتيجي، لا ده بالعكس، فين ده حضرتك؟ الناس العائلات المحترمه جدا بتروح القاعات المحترمه وبتروح افراح فيها دي جي بس. تمام دي جي بس، تمام. والعريس والعروسه باحترام. بس بتتكلم عن الفرح الشعبي. الفرح الشعبي ده قمه اللي يعني ايه، مش عايزين نقول يعني ده قله ادب بس بتحصل، ما فيش احترام للمجتمع بس اللي احنا ده اكل فيه. عيش حضرتك، الفرح الشعبي حضرتك ده مش اكل لا. عيش، مش كل واحد يعمل حاجه غلط يقول اكل عيش. ازاي؟ ما ينفعش يعني انا اروح اعمل وظيفه اي كلام واقول اكل عيش مش لاقي شغل. ايه الوظيفه اللي ما هي ايه ينفعش. كلام؟ احنا عندنا احنا مجتمعنا بكل اديانه، اديان سواء مسلمين او اقباط، لن يقبلوا ولم يقبلوا اي حاجه مثيره للايحاءات الجنسيه في المجتمع بتاعنا، حتى اطفالهم دينيا او غيره. لازم نحافظ على عادتنا، بس مياده دي واحده يا جماعه. اتفضل. بتقولي اكل عيش. ما هو كلمه في منتهى الخطوره. ما هو كمان ما تاجر المخدرات بياكل عيش. لا بس مش تاجر المخدرات حضرتك، عيش. انت بتوجه الكلام ده ليا ولا لمين بالظبط؟ انا بقول عامه اللي احنا جايين نتكلم عليه، اللي احنا جايين نتكلم عليه. انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي. لا انا بتكلم بخش حضرتك الفرح على ظاهره الفرح، بيبقى في شريك للمطربه اللي موجوده او الراقصه اللي موجوده. هي مش راقصه، هي مش لاقيه شغلانه. حضرتك راقصه بالذات بقى في الارياف عندنا، او هي مش لاقيه شغلانه فبتدور على اكل عيش، فبتقعد تلبس عريان وتشتغل. ده عشان مش ايه كلهم تاكل كده حضرتك؟ مش كله، مش كله. الاصوات ما في مهن حره محترمه. طيب في تاني حاجه، لما تربطي ان المعازيم ما بيجوش الا انت بتتكلم حضرتك إلا على واحد على منظر الافراح، ومش كل الافراح بقى. انت بتقول ايه اللي خلى الافراح كده؟ ايه اللي الناس عملت خلتها تعمل كده؟ الناس هتفرح هم بطريقتهم بعائلتهم، شايفين هو ده الفرح بالنسبه لهم.
احنا مش هنخش اقول للناس حضرتك. ما هو الناس يمكن ان تفرح بخلع ملابسها في الشارع. مش هرتب انا حضرتك، انا داخله فرح مش هرتب للناس، مش هرتب هيعملوا لي ايه؟ بيبقى باين، بيبقى باين على فكره طريقه الفرح باينه. امشي؟ لا 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 انت الفرح باين. لا يعني طريقه الفرح كده امشي يا زوائل؟ اه تمشي ده لان الفرح. لا في ناس بتعتذر، في ناس بتعتذر. ثلاث شهور انا ما اشتغلتش بسبب ان انا لبسي كويس. يبقى انت محترمه تجازي عند ربنا سبحانه وتعالى. بص عشان لبسي كويس انا بقالي، لا ولازم لازم اعري نفسي عشان اشتغل. ما ينفعش، انا بقالي ثلاث شهور فعلا ما اشتغلتش ومكسور عليا. دي واحده عايز اسمعك. يعني المطلوب انك انت لازم تبقي، يعني انت بتقولي بقالك 3 شهور ما اشتغلتيش. أيوة، طب ما هو قبل 3 شهور كنت بتشتغل. أيوة. يا جماعه ما انتوا كمان عنده في، لا بتشتغلوا في هذا الجو، يعني يعني نفس هذا الجو باسقاطاته بالكلمات. احنا بنخش هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ اخش انا احيانا بطلع حضرتك بخش فرح شيك قوي في قاعه كويسه قوي وناس كلاس قوي وقاعد بغني وبخلص اوردري، النمره الثانيه بروح الاقي ناس على الارض اقول لهم لا شغاله. افراح الشوارع دي مشكله، الاقي فرح في الشارع ده بدايته صاحبه. طيب. بدايته ده، بص يا استاذ وائل، اللي صاحب الفرح ده من البدايه خالص بيوجب ازاي؟ بيوجب الناس مع الناس ازاي؟ بينا مخدرات في الاول كده والله. استني بس، استني بس، ترابيزات مفتوحه وبيوجب ايه؟ منور معايا البيت يا باشا، منور يا باشا. ما انتوا جزء من شويه بانجو وشويه مخدرات قدامه، انت فاهم؟ انتوا جزء من الطقوس دي. ايوه طبعا. انت بقى اخر الليل، بص اخر السهره بقى الناس سكرانه وناس كذا، كلنا بنجد.